ما آخر أسئلة المستمعة؟ تقول: هل كتابة سورة الزلزلة بزعفران ووضعه في ماء يسهل الولادة كما سمعنا؟ وما وصيتكم للمرأة حال الولادة؟ وصيتي لها أن تكثر من ذكر الله ما استطاعت من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتسأل ربها مع ذلك اللطف والتيسير والتسهيل. لكن هذا الفعل ما يصح، لا أعلم له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم.